ليس كل جديد بدعة. من قال؟ رمضان أيها المسلمون، إن الخلاف في صلاة التراويح خلاف شيطاني، فهي نافلة، فصلوا 20، صلوا 30، صلوا 8، صلوا. هذا الخلاف الذي أودى بنا إلى الحضيض، فدب الخلاف بيننا حتى أصبح هو السائد على ساحة المسلمين وساحة الإسلام. في كل بيت أو في أكثر البيوت خصومات بين الزوج وزوجه، أو بين الأب وأولاده، أو بين الأخ وأخيه، خصومات كثيرة. وزالت هذه الخصومات حتى أصبحت خصومات دول، وهذه دولة مسلمة وهذه دولة مسلمة. بل زالت الخصومات حتى أصبحت الدولة الواحدة على أرضها خصومات بشعة أدت إلى قتل بعضهم لبعض. والصلوات الخمس في جماعة وصلاة التراويح سنها لنا رسول الله. إن الله افترض لكم صيامه وسننت لكم قيامه، لكنها بجماعة، هذه إلا في عهد سيدنا عمر، وهي بدعة حسنة. صلاة التراويح بجماعة جعلها سيدنا عمر ووافقه عليه الصحابة، وهو خير ومعروف. ولذلك كل خير بعد رسول الله، وإن لم يفعله رسول الله يجوز لنا أن نفعله طالما لا يخالف الكتاب والسنة. الملك والملكوت هلل مرحبا أهلا بشهر الخير والإحسان. ليس كل جديد بدعة. من قال؟ نحن نعلم إن سيدنا عمر رضي الله عنه ابتكر أشياء يسمونها أوليات عمر، يعني الأشياء التي ابتكرها عمر ولم تكن معروفة. يقول لك هو أول من دون الدواوين، يعني قال اعملوا دواوين يكتب فيها الناس فلان الفلاني، هذا له كذا في الديوان ويصرف له كذا، وفلان الفلانية. ما كان عند العرب، ولا كان هذا في عصر النبوة ولا في عصر أبي بكر، فابتكر هذا. وهو أول من مصر الأمصار، قال نبني أمصار للمسلمين، وبنى البصرة والكوفة، وقعد قال لهم اعملوا الشارع مثلا عرضه 60 ذراعا، مش عارف ايه، يعني من مبتكرات. وأول من أرخ للمسلمين، قعد شاور المسلمين عايزين نعمل لهم تاريخ، فعمل التاريخ واتفقوا على أن يكون مبدأه الهجرة، وهكذا. ونجد الصحابة عملوا أشياء لم تكن في عصر الرسول، ودي اللي بيسموها بيأخذ العلماء منها ما سمي دليل المصلحة المرسلة. المصلحة المرسلة أن تعمل أشياء لم يأتي دليل من الشارع لا باعتبارها ولا بإلغائها، مسكوت عنها، إنما بتحقق مصلحة للناس، تدرأ شرا عنهم أو تحقق نفعا لهم. هذا فعله الصحابة رضوان الله عليهم. على هذا أساس عمر عمل السجن، اتخذوا البريد، ضربوا بعد ذلك العملة، النقود. هذه أشياء عملوها من أجل المصلحة المرسلة. فليس كل جديد بدعة. ولذلك نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. سن يعني ابتكر شيء والناس تبعوه في هذا الأمر. نجد المسلمين يعني عملوا أشياء ما كانش في عصر النبوة، مثل مثلا العلم الفقه وتدوين الفقه وعلم أصول الفقه وعلم النحو وعلم الصرف وعلم البلاغة، العلوم الشرعية والعلوم العربية، تدوين هذه العلوم ووضع أصول لها وقواعد، هذا لم يكن في عصر النبوة ولا في عصر الصحابة، ولكن المسلمين ابتكروا. فكل من يظن إن أي شيء جديد عليه بدعة، هذا لم يفهم معنى البدعة. البدعة ما كان في أمر الدين المحض، الأمور الدينية، أمر في الصلاة، في الصيام. زي مثلا ما قلنا أنه مثلا الناس يجوا قبل الفجر ويقولوا نعمل إمساك،
عشر دقائق أو ربع ساعة نمسك فيها عن الطعام والشراب، هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. القرآن يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فهذه بدعة لأنها متصلة بالعبادة. إنما في أشياء كثيرة بعض الناس بالغوا في مسألة البدع، وأي حاجة يقول لك حتى بعضهم يقول لك صدق الله العظيم بدعة. بدعة ليه؟ ما معنى أنا بخلص قلت ربنا قال قل صدق الله، فهذه ليست يعني بدعة. وبعدين في أشياء متصلة بالعبادة وليست من العبادة، يعني إن أنا زي ما بعض الناس زمان أيام الشيخ محمد عبده بتاع يعني قال لهم عايزين نشيل الميضة بتاع الأزهر ده ونعمل حنفيات، فقال لك لا ده هذه بدعة، هذا المسلمون تورثوا. لا هذه ليست بدعة، الحنفيات أكثر نظافة وأبعد عن الأشياء، لأن كل الناس بتاخد من الميضة وترجع المية تاني، فقد يكون فيها ميكروبات فليس كل ما يظنه الناس بدعة يكون بدعة. البدعة ما اخترع في أمر الدين، ومن فضل الله علينا إنه يعني ما يتصل بالدين نهى عن الابتداع فيه، وما يتصل بأمر الدنيا أمر بالابتداع فيه. ابتكر اخترع. المسلمون في العصور الازدهار كانوا في أمر الدنيا متبعين، وفي أمر الدين متبعين، وفي أمر الدنيا مبتدعين ومبتكرين. احنا الآن للأسف يعني قلبنا الأمر، جمدنا في أمر الدنيا وابتدعنا في أمر الإيه؟ في أمر الدين، وهذا ليس بصحيح. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا يا الدماء تنزف في أرجاء أرض الإسلام والمسلمون يتفرجون عليها، فأصبحت أمة الخلاف في كل شيء، في الفقه وفي السعي إلى المناصب والسعي إلى الكراسي في الحكم، كل يريد شهوته ويقتل الناس حوله حتى سلبت الأرض. ونسعى حثيثا إلى رد أرض فلسطين التي اغتصبت من 50 عاما، وبعدها الجولان، وبعدها البوسنة والهرسك، وبعدها الشيشان. الأرض تغتصب على مرأى ومسمع من أكثر من 1 مليار مسلم فيهم المال، والمال كثير، وفيهم الإسلام، والإسلام عظيم، ولكنهم استخدموا أموالهم فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى، فحقت عليهم كلمة العذاب.